اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بمستر امادو رئيس الدوري الافريقي لكره السله البال، واللي مشرفنا في قناه النادي الاهلي واستوديو النادي الاهلي. مستر امادو، في البدايه برحب بحضرتك في استوديوهات قناه النادي الاهلي. Thank you very much. اشكرك شكرا جزيلا. انا سعيد ان اكون في مصر. يعني في البدايه ابتدي بالتعاون اللي حصل ما بين الاتحاد الافريقي والان بي، وطبعا شفنا في يعني تعاون كبير السنوات اللي فاتت ونتج عنه امور كثيره حصلت في كره السله الافريقيه. يعني نحب نسمع تعليق حضرتك على هذا التعاون. كانت هناك مسيرة طويلة من التعاون بيننا بين أفريقيا والان بي اي منذ 2003 عندما أطلقنا أنشطة معسكرات كرة السلة، وكان لدينا هدف واحد أن ننمي ونطور من كرة السلة وأن نخرج بمهارات ومواهب كبيرة في القارة، ونريد أن نبني نظام على مدى خطوات طويلة مع من خلال العمل مع الفيبا، وأن يكون لدينا برامج حتى نستطيع أن نرصد المواهب وندرب، وأيضا في مجال التحكيم. وبعد ذلك اليوم بعد عامين هناك أيضا أنشطة فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي، وهو تعاون كبير وربما أكبر نتاج لهذا التعاون. فيما يتعلق أيضا بالان بي اي، هناك أيضا علاقات وطيدة للان بي اي في أفريقيا. طيب، يعني أكيد الباسكتبول أفريكان ليج أو البال ابتدت بفكرة، يعني إمتى ابتدت فكرة البال أو الباسكتبول أفريكان ليج، وإزاي بدأتوا التخطيط ليها، وفي أي عام بدأت هذه الفكرة؟ كما قلت هناك كان هذا على مدار سنوات طويلة، وكما قلت عندما افتتحنا مكتب الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ لم نقل دعونا نبدأ بإطلاق برنامج للمهارات، كنا نبني ذلك على مدار سنوات، كنا نقوم بزيارات في القارة، وعندما قمنا بالتخطيط هناك كانت هناك خطوات كثيرة كما قلت. في البداية بداية هذه العلاقة المثمرة بين الان بي اي وافريقيا، وهناك ايضا مع الكثير من الشخصيات هم الان سفراء لكرة السلة، والكثير من اللاعبين البارسين في جنوب السودان وسجيباكا، وايضا نجوم في كرة السلة ولاعبين كثيرين جاءوا الى الان بي اي وانضموا الى الان بي اي. ولكن في 2003 عندما قررنا إطلاق هذا البرنامج كانت بداية لنا أن نعمل على الأرض في أفريقيا وأن نعطي فرص للشباب ليشاركوا في هذه اللعبة. قبل 2003 لم ربما يكن هذه الفرصة، كانت هناك زيارات في جنوب أفريقيا مع الرئيس مانديلا ومع مجموعة من لاعبين الان بي اي، وكانوا يتحدثون عن كيفية إمكانية استخدام هذه القوة، قوة ان بي اي في كرة السلة، حتى نستطيع أن نبني علاقات وندرب لاعبين وأن نوطد ونقوي هذه العلاقة، وأن أيضا ننمي وندعم قيم الرياضة بشكل عام وأيضا كرة السلة، ورأينا الكثير من الاستعداد لدى الكثير من الأشخاص، ونرى الكثير من المواهب، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجب أن نعمل عليه إذا كان لدينا البنية التحتية المناسبة والمدربين المناسبين. لهذا يجب أن لا تتخطى العولمة القارة الأفريقية وتتجنبها. نريد أن نرضي جميع الأطراف وأن نملي كافة الفراغات، ونعرف أنه ربما هناك الكثير من الفرص المفقودة. لهذا قررنا أن نقيم هذا المكتب في 2010. ذهبنا إلى جوهانسبرغ، كنا نذهب إلى على أرض الواقع ونرصد كل الفرص، وأيضا جئنا إلى القاهرة وكنا نقيم الاتحادات ونساعد الاتحادات في القارة الأفريقية لنساعد في رصد المهارات،
حتى نستمر في دعم هذه اللعبة في القارة الأفريقية، ودعمنا أكاديمية الام بي اي وحتى نعطي الفرص للمواهب الصغيرة. لهذا الاتحاد الأفريقي لكرة السلة جاء بعد أن أقمنا المكتب في جنوب أفريقيا، وكان هذا الوقت المناسب بعد أن قمنا بالخطوات الأولى، فكانت هذه الخطوة المنطقية التالية، واللاعبين لن يستطيعوا أن يكون لديهم الفرصة في القارة ومتابعة هذه المواهب، وهذا يأتي دور الاتحاد الأفريقي. لهذا يمكن القول أن هذا عمل أو نتاج عمل على مدار السنوات حتى نستطيع أن نرصد الوقت المناسب. في 2018 عندما استضفنا المباريات الأفريقية الأخيرة في جنوب أفريقيا، وأيضا فيما بعد باتري باومان الذي وأيضا بيلي وهو المدير التنفيذي لفيبا، وأيضا الكثير من الشخصيات في الاتحاد، جلسنا جميعا حتى نرصد كيف يمكن أن ننمي ونطور من اللعبة في أفريقيا، وأن نقيم ونطلق اتحاد قوي في أفريقيا، وأن يكون منصة لعرض كل المواهب التي لدينا في القارة. والإعلان في 2019 في فبراير 2019 في حضور الكثير من أساطير اللعبة مايكل جوردن وغيرهم، ونحن الآن هنا اليوم. جيد جدا أنه يبقى الام بي افريكا او يعني المسؤولين في الام بي اي بيفكروا في ارضاء كل يعني كل الاذواق او كل الاتجاهات، ان هو بيكتشف المواهب الناشئه، وفي نفس الوقت بيأسس لدوري جيد زي الباسكتبول افريكا ليج او كره السله او دوري الافريقي لكره السله في مصر برضو ده، او مش في مصر، في افريقيا، عشان يرضي برضو اللي بيحتاج يتفرج على كره السله على ليفل عالي. برضو يبقى كل الاتجاهات شغالين فيها او الام بي اي شغال فيها. ولكن بعد تجربتين من الباسكتبول افريكا ليج او الدوري الافريقي لكره السله البال في افريقيا، بعد نسختين منه، كيف تقيم الفكره؟ خاصه ان النسخه الاولى منه تم يعني انشائها او تم لعبها في ظروف صعبه، وهي انتشار جائحه كورونا، فكان موضوع وتحدي صعب على البال بعد ما خدوا قرار باقامه الدوري ان يكون في جائحه زي كده. فاذا احنا عندنا نسختين، كيف تقيم أو كيف ترى تقييمك أو كيف يكون تقييمك للنسختين السابقين من دوري الأفريقي لكرة السلة؟ نحن تم يعني ردود الأفعال التي حصلنا عليها شجعتنا إلى الغاية، ردود أفعال من اللاعبين، من الشركاء، من الجمهور، من كل الشركاء الذين شاركونا في هذه الأنشطة، لأن كنا نعلم أننا بحاجة لتوفير منصة للمواهب الإفريقية. ونحن لدينا طموح كبير أين نريد أن نصل بهذه البطولة، ونحن نعلم أن لدينا الكثير التي يجب أن نفعله، ونحن طموحون وننظر إلى المستقبل، ولدينا الكثير من الأسباب التي نريد أن نصل بها إلى مستويات أعلى، وأن نضع كرة السلة على رأس قائمة جماهير الرياضة بشكل عام خارج نطاق الـ NBA أيضا. ونحن كما تعلم عملنا في 2021 ربما في فقاعة كبيرة، ولكن كنا محظوظين للغاية أننا استطعنا أن ننجح في أن نقيم هذا الموسم في ظل الجائحة، ولم يكن لدينا أي لاعبين مصابين كورونا، واستطعنا أن نقيم مباريات كاملة
وهائلة ومثيرة. وفي الموسم الثاني كنا أقرب إلى خطتنا الرئيسية وعد ألعب في سبع دول مختلفة، والعام الماضي في الموسم الثاني استطعنا أن نلعب في ثلاث دول إفريقية: داكار والقاهرة وإنكيغالي. هذا كان حدث هام جدا، وكان هناك الكثير من التفاعل ولاحظنا الكثير من التطور. نحن طموحون للغاية، نحن لسنا راضين بشكل كامل، ولكن ونحن نأمل أن هذه البطولة ستتقدم. طبعا يعني جيد جدا ان طبعا يكون في هذا الحماس اللي انا شايفه من حضرتك ومن طريقه يعني التحدث عن الباسكت بول افريكان ليج، وكمان انه يكون انت راضي عن هذه التجربه، لان مهم جدا زي ما حضرتك عارف طبعا ان كل شيء في بدايته بيكون صعب. ودوري كره السله في بدايته كان اكيد في بعض المشاكل، ولكن تخططوها، ودلوقتي احنا رايحين على النسخه الثالثه بمشاركه النادي الاهلي. وطبعا احب اتحدث عن زيارتك امس للنادي الاهلي ومقابلتك طبعا لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. يعني شايف ازاي الزياره؟ يعني كلمنا عن اجواء الزياره ودار الحديث ايه كان بينك وبين الكابتن محمود الخطيب. أريد أن أقول أن كان لي شرف عظيم أن أقابل الكابتن الخطيب، وهو أسطورة ونحن فخورون به، فهو فخر القارة الإفريقية، وهو من الشخصيات التي نريد أن تكون الأجيال الصغيرة على علم بها وأن تنظر إليها في مسيرتها الرياضية مثل كابتن الخطيب. كان شخص كريم للغاية، ونحن نشكر الضيافة، حظينا بضيافة كبيرة، وكانت فرصة كبيرة لدينا أن نعبر له عن سعادتنا بهذه المقابلة واشتراكه في أسرة كرة السلة. ونادي الأهلي نادي عريق وتاريخي، واستطعنا أن نرى كل التسهيلات المتاحة، وهو بالتأكيد نادي كبير لديه المسيرات هائلة في جميع الرياضات. ربما يعني اكيد حضرتك يعني زرت القاهره مرات كثيره، يعني بحكم ان كنت حضرتك لاعب بمنتخب السنغال ولاعب سابق في الام بي اي، من احد ابرز اللاعبين الافارقه اللي لعبوا في الام بي اي. ولكن يعني من وقت للتاني في زيارتك في القاهره، هل ترى يعني ان مصر عندها دلوقتي البنيه التحتيه الرياضيه اللي تستطيع يعني تستضيف كبرى الاحداث الرياضيه، في سواء التنظيم، المنشات، الكوادر البشريه، المواهب؟ هل شايف في تقدم في هذا الاتجاه يؤهل مصر ان هي تستضيف المزيد من البطولات الدوليه العالميه؟ بالتأكيد، وأعتقد أن هذا ما لاحظناه، لهذا استضفنا مجموعة النيل هنا في القاهرة العام الماضي بعد مناقشات مع وزير الشباب والرياضة، ولدينا طموح، ورصدنا أيضا طموح في مصر أنهم يريدون أن يبنوا بنية تحتية من المستوى الأول، ولن يتوقفوا حتى تستطيع مصر أن تستضيف الكثير من المنافسات العالمية. فالعام الماضي رأينا كأس فيبا عبر العبر للقارات، وحسن مصطفى في قاعة حسن مصطفى، وهناك أيضا استاد القاهرة، وأعرف أن هناك الكثير من الصالات المغطاة، ومدينة مدينة رياضية سيتم الانتهاء منها قريبا. فمصر بالتأكيد دولة على المستوى الرياضي، هي دولة متقدمة جدا ولديها مؤهلات كبيرة جدا، لديكم أندية كبيرة، لديكم تقاليد عظيمة، لديكم لاعبين كبار في كرة السلة، نعرف الكثير من هذه ونعرف تاريخ الفريق المحلي. وأيضا قابلت اللاعبين وقابلت مدرب فريق كرة السلة. فمصر لديها موقع هام جدا في القارة الأفريقية فيما يتعلق بكرة السلة،
وإقامة المباريات، وكان لدينا أيضا لقاءات مع الكثير من المدربين وأيضا مع النادي الأهلي. كما قلنا الموسم مواسم كرة السلة هنا وأنشطة كرة السلة ووجود مصر فيما يتعلق بأيضا المواهب أمر هام للغاية، وأيضا البنية التحتية وأيضا الرغبة السياسية لبناء وتنمية وأيضا للاستثمار في هذه الساحة الهامة جدا ربما يشجعنا في التعاون. طب مستر أمدو، يعني من وجهة نظر حضرتك وأنت يعني رجل لست غريب عن مصر، يعني عارف يعني الرياضة المصرية جيدا، هل يعني ترى مشاركة النادي الأهلي في النسخة الثالثة من دوري كرة السلة الأفريقي بعد نسختين، شايف ده يعني ممكن يضيف أو سيضيف يعني قيمة للدوري، خاصة أن جماهير النادي الأهلي العريضة في كل مكان داخل وخارج أفريقيا، هل شايف مشاركة النادي الأهلي المرة دي أو السنة دي يعني كبطل أو كممثل عن مصر كبطلها في الدوري المصري، شايف ده يعني هيضيف للبال من الناحية الجماهيرية؟ نحن سعداء للغاية أن نرحب بالأهلي في النسخة الثالثة. كما قلت من قبل، نحن نعلم تاريخ النادي، نعلم تقاليد النادي، ونعرف أيضا حجم قاعدة الجماهير للنادي الأهلي. لديكم ملايين من الجماهير، تعرفون كل الأرقام، والأهم من ذلك ربما هناك الثقافة، ثقافة الفوز، مناخ الفوز. هذه المعايير هي التي نريدها في كرة السلة، لهذا هو قيمة مضافة كبيرة. خليني أتحدث مع حضرتك مستر أمدو عن الحدث الكبير اللي استضافته مصر والنهاردة كان ختامه، وهو كرة السلة بلا حدود في أفريقيا، واللي كان طبعا لأول مرة بينظم على الأراضي المصرية. وهذا الحدث الحقيقة نظم بشكل رائع، يعني أنا كان لي الشرف أن أنا حضرت أول يوم ورأيت بنفسي حجم النجوم الكبار من الـ NBA اللي كانوا موجودين، وحجم النجوم الكبار من القارة الأفريقية جميعا كانوا موجودين على أرض مصر، حجم المواهب الشابة الناشئة اللي كانت في أرض الملعب وبيتم توفير لها مناخ جيد للإبداع والتألق. يعني الحدث ده يعني أنا بعتبر أنه من أكبر الأحداث الرياضية لكرة السلة في العالم، لأنه هنا أفريقيا كانت محرومة لسنوات كبيرة من هذه الأحداث اللي بيقدر بها المواهب تعبر عن نفسها. كلمنا عن هذا الحدث وكلمنا عن استضافة مصر للنسخة الحالية ليها، وهل أنت راضي عن النسخة الحالية بعد استضافة مصر ليها؟ كان حدث كبير، هذا ربما الحدث 18 عقب عامين من التوقف، فآخر حدث كان في 2020 في السنغال، ومررنا بعد ذلك بتوقف الكثير من الأنشطة الرياضية. بالتأكيد اللاعبين الشباب من كافة الدول في القارة السمراء، من عائلة الـ NBA، من الشركاء في الفيفا، فنحن كنا متحمسون للغاية أن نستعيد هذا النشاط مرة أخرى هنا في مصر، والعمل مع المسؤولين والاتحاد كرة السلة المصري، وأيضا صديقنا عبد المطلب طلبة الذي كان موجود في كل مرحلة ويساعد في إقامة الحدث، ولهذا نحن استطعنا ونجحنا في إقامة هذا الحدث الكبير، لأننا كان معنا اتحاد متعاون للغاية يعمل معنا ويسهل لنا كل الأمور. ولكن عندما قررنا في البداية أن نطلق هذه المبادرة كان في 2003، وكان هذا حلم لتطوير كرة السلة وبرنامج طموح متعلق بمبادرة مع الـ NBA، ومنذ إطلاق هذا المعسكر في 2003 كانت أخرجنا الكثير من المواهب الشابة من القارة، وهذا العام كان لدينا 64 لاعب من 23 دولة،
legends and وكانت هناك اساطير ونجوم كبار من الام بي اي حضروا وكانت لديهم فرص لرصد المواهب ومتابعه المباريات مالكوم براغدون مو بامبا موتومبو كما ذكرت كان هناك الكثير من النجوم كانوا حاضرين هنا يراقبون ويدربون ويعطونهم كل ما لديهم من الخبره وربما يكون بمثابة المثل والملهم لهم خلال هذا المعسكر معسكر كرة السلة البنية التحتية مع الفيبا لدينا ممثلين من جنيفا من مقر الفيبا أفريقا فعلى مدار الأيام الماضية القاهرة ومصر كانت على في قلب المشهد مشهد كرة السلة العالمية وهذا الحدث كان عظيم للغاية وكل الأمور صارت على ما يرام ونحن كنا سعداء للغاية أن نقيم هذا الحدث هنا. يمكن أعود تاني للحدث يعني اللي يهم جماهير النادي الأهلي وهو مشاركة النادي الأهلي في الدوري الأفريقي لكرة السلة فالجماهير بتسأل أو المتابعين لكرة السلة المصرية والأفريقية بيسألوا هل نظام الدوري الأفريقي لكرة السلة هذا الموسم البال هيكون نفس النظام السنة اللي فاتت وهل سيشهد تغيير مثلا في المجموعات المشاركة في عدد الفرق يعني أحب أعرف تفاصيل نظام البطولة من حضرتك. So we'll still نحن ما زلنا نعمل في الموسم الثالث ب 12 فريق من 12 دولة نعرف بعض الدول مثل الأهلي على سبيل المثال المغرب أيضا وبعض الدول مثل المغرب التي ستشارك مرة أخرى من الذين شاركوا من قبل وتونس أيضا رواندا أيضا والتي فازت في أنغولا ولكن نحن ننتظر من شركائنا في الفيبا وسيكون الأمر مثير ربما للغاية لأن هناك الكثير من الدول التي سجلت لدينا والنهائيات ستبدأ من السادس من سبتمبر حتى أكتوبر حتى نستطيع أن نحدد الفرق التي ستشارك في النهائيات أو في التصفيات لدينا بعض الإعلانات التي سنعلن عنها وبعض الأنباء التي سنعلن عنها ولكن في الغالب سيكون مثل نفس النظام مجموعتين سنكون لدينا مجموعتين وسيلعبون في النهائيات وسنلعب في كيغالي ولكن في الموسم العادي سيكون هناك التقييمات بالتأكيد كان هذا مكان عظيم لأن نقيم بعض المباريات وبالتأكيد سنأتي مرة أخرى يعني أكيد نظام يعني جيد وأفرز عن يعني منافسات جيدة تابعها العالم كله وكنت عايز أعرف من حضرتك يعني أين ستقام مباريات مجموعة النيل بس أسمع الرد من حضرتك بعد الفاصل أعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع مستر أمادو ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وبنكمل حوارنا مع مستر امادو رئيس الدوري الافريقي لكرة السلة البال والحقيقة طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان في نسختين سابقتين والنادي الاهلي سيشارك في النسخة الثالثة هذا الدوري الاعظم لكرة السلة في القارة الافريقية واللي بيتابعه كل المتابعين على مستوى العالم كنت بسألك مستر امادو قبل الفاصل عن مجموعة النيل هل ستقام مبارياتها في القاهرة زي العام الماضي ولا هناك يعني اتجاه لتغيير البلد المستضيفة؟ We were very happy with نحن سعداء للغاية باستضافة مجموعة النيل هنا مثل العام الماضي وبالتأكيد كانت في منتصف رمضان وكانت هناك ربما قمنا باللعب في قاعة حسن مصطفى وكان مكان رائع وكانت هناك منافسات هائلة وكل الفرق التي حضرت وأيضا الاستضافة في الفنادق نحن كنا سعداء للغاية ولكن نحن نقيم بشكل عام التجربة ونحن نتطلع ربما إلى المجيء مرة أخرى ولكن هناك علينا أن ننتظر قليلا ربما
قبل أن نعلن الإعلان الرسمي والدولة الرسمية التي ستستضيف، لأن هناك الكثير من المعايير التي يجب أن نضعها في الاعتبار، لأننا نريد أن نقيم حدث على مستوى العالم في مكان يمكن أن يحضره الجمهور، وأيضا أن يكون هناك بيئة آمنة. بالتأكيد نادي الأهلي مكان رائع، وبالتأكيد سيضيف الكثير من القيمة لهذا الحدث، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة. ولكن في النهاية نحن نريد أن نبني نجاح على المدى البعيد، وسيكون شيء عظيم أن نأتي مرة أخرى، وبالتأكيد سيكون لدينا الكثير من الشركاء لدعم هذا الرأي. طب هل يعني حضرتك قمت بجولة ميدانية يعني على سبيل المثال بمثلا صالة النادي الأهلي، طبعا صالة الدكتور حسن مصطفى أكيد حضرتك والبال تعلموها جيدا، لأن أكتر من حدث لعبت يعني تم استضافته هناك، وهناك هل يعني زرتوا مزيد من الصالات المغطاة عشان تقيموا الوضع جيدا؟ يمكن محتاجين زي الصالة رقم واحد باستاد القاهرة التي تسع ل 25,000 متفرج تقريبا، يعني هل قمتم بهذه الجولات الميدانيه يعني وتعلمون على ارض الواقع، وهل تعلمون على ارض الواقع فعلا الوضع لكل صاله ممكن تستضيف هذا الحدث ولا لا؟ نحن نعرف جيدا قاعة مجمع صلاة حسن مصطفى بالتأكيد، وقمنا بمباريات مرتين لمجموعة النيل، وأيضا بالأمس قمنا بزيارة النادي الأهلي، وكان لدينا فرصة لنزور الصالة المغطاة. وهذا الصباح فريقنا قام أيضا بجولة للمرافق الأخرى ربما، ومن بينهم صالة استاد القاهرة. نحن نقوم بواجبنا ونعلم أن البنية التحتية موجودة، ونحن قمنا بذلك من قبل ونعلم أن البنية التحتية جيدة، ولكن علينا أن نختار أفضل مكان والذي يمكن أن يتيح لنا قاعدة جماهيرية كبيرة يمكن أن تحضر وتعطي لنا كافة التسهيلات. لدينا معايير ربما مرتفعة للغاية، ونريد هذه أن تلقى هذه المرافق هذه المعايير. يعني اكيد القرار يعني بيتاخذ من جانب سيادتكم بعد تقييم جيد كما حضرتك قلت لكل النقاط، بحيث ان يكون الافضل وتحصلوا على الافضل للبطوله. وخليني ارجع لبعض او نشاط مهم للام بي افريكا، وهو ام بي اكاديمي او اكاديميه الام بي اي. يمكن محتاجين ان احنا نلقي الضوء عليها اكتر، لانه هذه الاكاديميه بتقوم بدور كبير ان هي بتعد مجموعه صفوه الصفوه من اللاعبين والمواهب الافريقيه، بتعدهم بشكل كبير للالتحاق بالان سي دبل اي او دوري الجامعات الامريكي، ومن خلاله تقدر لهذه اللعيبه تاخد فرصه ان هي تتشاف او الناس تشوفها او الوكلاء يقدروا يشوفوهم ينضموا للام بي اي. يمكن احنا جينا لم نكن سعداء ان احنا ما كانش عندنا هذه الفرصه او هذه التجربه ان احنا بيها نعرف نفسنا للدوري الامريكي ام بي اي، ولكن محتاجين نعرف من حضرتك اكتر عن اكاديميه الام بي اي واهدافها، وهل انت راضي عن تحقيق الاهداف حتى الان؟ اذا اكاديميه الان بي اي تم اطلاقها في 2016-2017، وكانت لتوفير الفرصة للأجيال الشابة في القارة الأفريقية لتنمية مهاراتهم في بالصورة الصحيحة، ويتم وضعهم على الطريق الصحيح. هذه الأجيال الجديدة من الشباب والشابات الذين يذهبون المدرسة ويتم تعليمهم، يتم أيضا توفير لهم التدريب، تدريب كرة السلة على مستوى عالي ورفيع. لدينا العديد من المواهب الشابة عبر القارة الأفريقية حصلوا على منح
في الولايات المتحدة، ولكن الأهم منذ العام الماضي مع إطلاق الأكاديمية كان لدينا هذا البرنامج التصاعدي ربما إذا صح التعبير، والذي يتم تحديد المواهب وأن نقوم بتعيين المواهب في نطاقها الصحيح. وكان لدينا موهاب يسار من مصر، وكان الأول في سن 18 عاما، كان من أفضل اللاعبين في البطولة، وكانت هذه فرصة جيدة ربما لإعطاء هؤلاء اللاعبين الشباب فرصة أخرى لتنمية مهاراتهم. نقوم بتحديدهم من دول مختلفة، ويتم إلحاقهم بالأكاديمية في السنغال، ولكن يسافرون أيضا في جميع أنحاء العالم ليشاركوا في بطولات وفقا لأعمارهم وفئاتهم العمرية، ونعطي لهم الفرصة للمنافسة في البطولات الكبيرة في القارة الإفريقية، وأن يظهروا مواهبهم، وأن يكون لديهم فرصة ربما للعب في الـ NBA في المستقبل، ولكن سيحصلون على الدرجة، سيحصلون على المهارة، يلعبون في فرقهم المحلية، ولكن هي وسيلة لبناء مستقبل لكرة السلة على رأس الهرم. ولكن هناك أيضا ربما برامج مثل كرة السلة بلا حدود سيتم أيضا دعمها، وهذه فرصة للمواهب الشابة كما قلت لإظهار مواهبهم، لأن يتم تدريبهم ورعايتهم بالصورة الصحيحة في تحت رعاية الـ NBA وفيبا. ومن هذه المعسكرات يتم تحديد المواهب الشابة، وسيتم منحهم الفرص والمنح في الأكاديمية، وأيضا الأحسن منهم ربما الأفضل سيكون لديهم فرصة للانضمام للـ NBA، حتى إذا لم يحظوا بهذه الفرصة سيكون لهم الفرصة لأن يلعبوا على المستوى الاحترافي. إذا ما قلنا ربما في غضون 3 سنوات منذ إنشاء الأكاديمية، نحن سعداء للغاية بالتطور الذي وصلنا إليه، والاهتمام الذي حظيت به الأكاديمية في هذه الفرصة، فرصة كبيرة لهذه المواهب. يمكن أن لهذا فهو البداية هنا، يلعبون هنا في أفريقيا، يتم تحديدهم، وفي النهاية بالتأكيد يمكن أن يصلوا إلى الـ NBA. ولكن الأهم نقطة هنا هي الأندية في الدول المختلفة، يجب أن تشارك في هذه العملية، لازم أن يتم خلق المناخ الاحترافي لهؤلاء المواهب، لأن في هذه المرحلة لن يكون هناك مشكلة لدى اللاعبين في تحديد مستقبلهم بعد ذلك. وهذا ما الذي نراه في الاتحاد الأفريقي، وما نراه في 250 دولة حول العالم. نريد أن نتأكد من أن الاتحادات في كل الدول، في كينيا، في السنغال، في مصر، ستنمو هي الأخرى. هناك قاعدة من الجماهير، وأن هناك الكثير من المسؤولين، وأن يكون هناك اهتمام بهذه اللعبة. طيب، يعني الجيد أن احنا نشوف هذا الفكر يعني منذ قدوم الـ NBA في القارة الأفريقية، وبدأ يفكر بهذا الفكر، وان هو يعني ينشر الباسكت بول بهذا الشكل، ويدي فرصه للعيبه الشباب ان هم يعبروا عن مهاراتهم وامكانياتهم الفنيه. هنا برضو اروح لسؤال مهم، او يمكن رؤيه مهمه، هل يتم التنسيق؟ يعني زي ما في ام بي افريكا، اكيد في ام بي في القارات الاخرى، وده امر جيد ان الام بي ما لا ينتظر ان اللعيب يجي له، هو اللي بيروح للاعبين في كل اماكنهم. هل في تنسيق ما بين الام بي الفروع المختلفه في القارات المختلفه، ولا لا يتم التنسيق، والتنسيق بيكون مباشره مع الام بي بامريكا؟ We have نحن لدينا NBA أفريقيا، وأقمنا المكتب في 2010 في جنوب أفريقيا، وقمت بترك منصبي السابق
لأنضم إلى الدوري، لأن رأينا أن هناك فرصة كبيرة لأن ننمي ونكبر من الرياضة. لهذا تم إطلاق وفتح المكتب في 2010، لأنه جزء من ربما حلم الـ NBA للتوسع، و NBA أفريقيا واحد من هذه الأزرع في التوسع، وهو NBA أفريقيا ملتزم بأفريقيا بالقارة وباللعبة في القارة، وهناك عدد متزايد من اللاعبين كما ذكرت. هناك 10 لاعبين تم اختيارهم من برنامج كرة سلة بلا حدود، وهناك أيضا أسماء كبيرة كما تعلم في الكثير من الفرق مثل السنغال. ولهذا فتواجد NBA في أفريقيا ينمو بصورة جيدة وصورة قوية، وهذا يعني أن اهتمام NBA بأفريقيا تزايد وينمو بصورة ملحوظة. NBA أفريقيا الذي كان متواجد على مدار 10 سنوات ينمو بصورة مزدهرة، وهذه أول مرة، ربما المرة الأولى التي NBA تطلق برنامج هام جدا خارج حدود الولايات المتحدة، وهذا يعني أن الاهتمام اهتمام NBA بأفريقيا هو اهتمام صادق، وكان متواجد على مدار سنوات طويلة على مدار التاريخ وعلى مدار شخصيات كبيرة للغاية في NBA. كان لديها اهتمام كبير بالقارة الأفريقية، يمكن أن أمضي ساعات في أن أرصد كم الاهتمام، وأيضا اللاعبين الكبار الذين اهتموا بأفريقيا في الـ NBA. هناك أيضا الأشخاص الذين يعملون في المكاتب، ماسايوجي والذي فاز ببطولة الـ NBA، وأيضا الكثير من اللاعبين سيرجيو باكا وأوجي ألينوفي وباسكال شاكا. هذا مجرد رصد، وهذا التواجد سيظل خاصة مع إطلاق برامج كرة سلة بلا حدود، وأيضا الأكاديمية، وأيضا دوري أبطال إفريقيا، وهذه البطولة التي تعمل أو يتم إقامتها من خلال الـ NBA والفيبا. إذن الالتزام موجود، ونحن الآن نريد أن نشجع الاتحادات المحلية لأن تستمر في العمل معنا، أن تدرب المدربين والحكام أيضا، وأن تعمل في نفس إطار الجهود التي نبذلها حتى يتم إقامة نظام شامل. نريد أن نبني صناعة كبيرة هنا في القارة مع الاتحاد الأفريقي. وأن طبعا يعني انتهز الفرصة نحن نحيي اللعيبة الأفارقة اللي شاركوا في الـ NBA ونجحوا نجاح كبير، ولولا نجاحهم ده ما كانش العالم كله هيعرف ان في افريقيا مواهب. ويمكن حضرتك واحد من هؤلاء اللاعبين اللي ادوا اداء جيد في الـ NBA، ويعني دي فرصه ان احنا نحييهم، لان هم عانوا الكثير في البدايه حتى ينجحوا ويقدروا يقولوا ان في افريقيا في مواهب كثيره. ويمكن بسبب مجهودهم وسبب تألقهم في الـ NBA كان ده البدايه الحقيقيه لان العالم كله يبتدي ينظر لافريقيا ان هي مصنع للمواهب. بس خليني أروح لحلم يمكن الكثير يحلم به، وهو أنه يشوف أفريقيا تستضيف بعض المباريات للـ NBA. يعني يمكن كنا بنشوف بعض الدول الأوروبية بتستضيف يمكن بعض المباريات، ممكن تكون ودية في البداية أو وممكن تكون رسمية. هل في يوم من الأيام ممكن نشوف أنه فرق من الـ NBA زي سان أنطونيو سبيرز أو فريق جولدن ستيت ووريرز ليكرز، يعني ما حدش يعرف، يعني هل ممكن في يوم من الايام نرى هذه الفرق الكبيره بتيجي افريقيا؟ بس خليني استاذن حضرتك ونسمع اجابه حضرتك، ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حوارنا الشيق مع مستر امادو رئيس الدوري الافريقي لكره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع مستر امادو رئيس البال الافريقي او رئيس الدوري كره السله الافريقي، واللي هيشهد في هذه النسخه مشاركه النادي الاهلي كبطل مصر في النسخه
الثالثة. يمكن مستر أمدو كنت بسألك قبل الفاصل عن حلم أفريقيا أنها ترى فرق الـ NBA بتلعب مباريات رسمية أو ودية داخل القارة الأفريقية، شايف ده حلم ممكن نشوفه على أرض الواقع ولا لأ؟ هذا الحلم ربما قرب من التحقيق. كانت هناك بعض الخطوات التي تم تنفيذها ربما لربما تواجد الـ NBA والمباريات في القارة عبر المباريات التي تقيمها ربما في جوهانسبرغ. كانت هناك مباريات والتي حظيت بقاعدة جماهيرية كبيرة، ولكن هناك كان كريس بول الكثير من اللاعبين الذي حضروا في النسخة الأولى. كانت مشاركة كثير من اللاعبين كما ذكرت في تيم أفريقيا، لودانغ أيضا في تيم أفريقيا، لمهيما والكثير من اللاعبين الذين فازوا في الكثير من البطولات، بارلي بيل وغاسوبرا وأيضا في النسخة الثانية لوفسكي وجوال إمبيل. إذن لدينا كانت هناك مباريات، والخطوة القادمة ربما أن يكون لدينا مباريات أخرى كما التي نتابعها في أنحاء العالم. سيكون هناك مباريات في أبو ظبي، وأيضا أفريقيا ستكون ربما في المرحلة القادمة عن قريب. نحن نريد أن كنا نريد أن نقيم مباريات، ولكن جاءت الجائحة، ولكن هناك الاهتمام بالقارة، الاهتمام بالأندية المحلية، ولكن بالتأكيد سنعرض في القارة أفضل ما يمكن أن تقدمه الـ NBA، لأن كما قلت نحن نرى فرص كبيرة جدا هنا في القارة الأفريقية. اللاعبين الذين يأتون هنا سعداء للغاية. رأينا هنا لاعبين وأساطير مستر ستيف كيرن، ليس فقط مارس بوتام، الكثير من الأبطال، لا ننسى لاعب شيكاغو بولز مايكل جوردن، وأيضا لاعبين آخرين، مالكوم برادن والذي انضم إلى بوسطن سلتكس، وهناك الكثير من اللاعبين الكبار والمدربين الكبار الذين يريدون أن يأتوا هنا، وبالتأكيد هذه المباريات ستحدث في يوم ما. طيب احنا يعني هناك الدول الأفريقية، يمكن الكثير من الدول الأفريقية أو البعض من أشقائنا في الدول الأفريقية لا يمتلك الإمكانيات أنه يقدر يظهر موهبه، ولنا في جنوب السودان يعني مثال كبير. جنوب السودان عندما أتيحت لها الفرصة كبلد صغير لسه يعني الامكانيات الكثيره، ليس لا يمتلك من الامكانيات الكثير، ولكن عندما اتيحت له الفرصه وجدنا فريق قوي جدا. منتخب جنوب السودان الان بيتصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم، وهناك المزيد والمزيد من الدول الافريقيه واشقائنا واخواتنا في افريقيا لا يمتلكون الامكانيات. كيف يمكن للـ NBA والبال مساعده هذه الدول؟ لان احنا لو شفنا مساعده لهذه الدول قد نرى مواهب جديده، وزي ما قلت لحضرتك جنوب السودان أكبر دليل على ذلك. أعتقد أن المثال الذي قلت عنه وهو جنوب السودان مثال هام جدا، يمكن أن نؤكد عليه لأن نظهر أنه بالتأكيد هناك الكثير من المواهب في أفريقيا مهما كانت كبيرة أو صغيرة. أشعر أن هناك الكثير من المواهب الصادقة بالنسبة لكرة السلة في القارة الأفريقية. جنوب السودان وما استطاع أن يحرزوه في مدة قصيرة للغاية هو تأكيد آخر أنه أين يجب أن نركز طاقتنا ومجهودنا وعملنا، هو تنظيم وإدارة وكيف ترشد هذه اللعبة، لأن المواهب موجودة. بالتأكيد هذه دولة جديدة، دولة ناشئة عندما حظيوا باستقلالهم، وحتى من قبل كانت لديهم مواهب، ولكن الكل سعيد بدولة جديدة ناشئة.
ويمكن ربما إذا حظيوا بالاهتمام. أجو أيضا يدرب فريق جنوب السودان، وبالتأكيد هو سعيد لأن يرى بلده على خريطة كرة السلة في القارة. لم يخسروا أي لعبة سوى مؤخرا، خسروا مباراة عندما ربما عاد مرة أخرى إلى بلده بعد أن خرج من الـNBA، ويحاول أن يخرج بالمواهب ويخرج بفريق قوي، وهم على مسافة قريبة جدا من التأهل. وفي كيغالي وصلوا إلى ربع النهائي. ولهذا نقول عندما يكون لديك العزيمة والنظام، الموارد ربما ستحصل عليها، ولكن المهم هو التنظيم. كل المنظمات كما قلنا المشكلة في سوء التنظيم ربما. الجميع يريد أن يلعب من أجل بلده، وكل الذين يأتون من الدول المختلفة هم سعداء لأن يمثلوا دولهم، ولكن يجب أن نعمل على تأهيل المناخ المناسب ويكون مناسب للعب على مستوى احترافي. وكنت سعيد للغاية أن أرى هذا المستوى من المنافسة وكل هذه الفرق المحلية التي قررت أن تأتي وأن تلعب في الكونغو. ربما حتى إذا لم يحظوا بالنجاح وبالفوز في الملعب، ولكن كانت هذه فرصة كبيرة لهم، وهم ملتزمون لأن يلعبوا وأن يمثلوا دولهم. اللعبة ستستمر في الازدهار، ولكن النقطة في قياس هذا الازدهار هو أن نرى هذه الفرق ومنافسات الفرق المحلية كيف ستصل وكيف ستصمد في هذه المنافسات وأن تصل إلى كأس العالم، ولديها فرص للفوز بالميداليات من جنوب السودان، من مصر. مصر أيضا يعني قامت بعمل جيد جدا، من السنغال أيضا كانت هناك فرص كبيرة جدا، والآن قائد ومدرب السنغال قام بعمل رائع، وأيضا الكثير من المدربين الآخرين. رأينا مدربين صغار الذين كانوا يتابعون الـNBA أو كانوا في الـNBA، بعض منهم ذهبوا ليدربوا فرقهم مثل ما حدث في الكاميرون. عندما نرى هؤلاء اللاعبين الذين ذهبوا وتعلموا الكثير، عادوا إلى دولهم واستثمروا ما تعلموا به وساعدوا دولهم. إذن المستقبل، أنا أرى مستقبل رائع للغاية ومنير للغاية، وهذه اللعبة ستستمر في الازدهار في أفريقيا. جيد أنه السيستم أو النظام المتبع دلوقتي وهو اكتساب الخبرات وترجع تنقلها لبلادك ودولك، ويمكن حضرتك قلت أن الموارد هتلاقيها يوم، ولكن هو الرغبة لازم تكون موجودة عشان تقدر تحقق نجاح. خلينا نروح لنقطة مهمة، وهو أن كرة السلة لها عناصر كثيرة، ليس اللاعب هو العنصر الوحيد في كرة السلة. يمكن المدربين، الحكام، وشفنا على هامش كرة السلة بلا حدود في أفريقيا بعض الوركشوبس أو الورش عمل للمدربين. هل الاهتمام بالمدرب والحكام أيضا أحد محاور كرة السلة في أفريقيا أو الـ NBA أفريكا، وطبعا بالطبع دوري كرة السلة، ولا حضراتكم مهتمين أكتر باللاعبين؟ بدون المدربين والبنية التحتية الأساسية في القواعد، لن يكون هناك لاعب يأتي من السماء ويحرز تقدم ويحرز أهداف.
يجب أن يكون هناك شخص يرعاه ومن قبل أن يرصد هذه الموهبة ويتعرف هذه الموهبة. فهو من المهم للغاية أن نركز على تنمية مدربين على مستوى عالي. هناك مبادرات لدعم المدربين ويجب أن نكثف من هذا العمل وأن يكون هناك وصول لعدد أكبر من الشباب الذين يريدون أن ينضموا إلى المدربين. هذا عنصر هام جدا ونضعه نصب أعيننا في استراتيجيتنا لتنمية هذه اللعبة. فقد بدأنا في خلق فرص للمشاركة وأيضا تدريب المدربين. هذه هي النقطة التي نبدأ منها حتى إن إما عن طريق كرة سلة بلا حدود أو طريق نحن ننظم ورش عمل للمدربين لتدريبهم لتعليمهم. لأننا عندما نتحدث عن صناعة كاملة ونظام كامل نريد أن نركز على كل العناصر التي ستساهم في خلق منتج هائل ومنتج كبير في الصالة يحظى بقاعدة عريضة من الجماهير واهتمام كبير. الأمر ليس متعلق فقط باللاعبين الذين يلعبون في أرض الملعب، بالتأكيد نريد أحسن نوعية من اللاعبين، ولكن لا يجب أن نضع الحصان العربة قبل الحصان. يجب أن نعمل على مراحل مختلفة ورعاية المدربين. النقطة الهامة أن هناك الكثير من الاهتمام في تنظيم ورش عمل للمدربين عندما قمنا بزيارات متعددة في القاهرة في كيغالي. قمنا بتنظيم الكثير من ورش العمل للمدربين. بالشك يعني بدون شك طبعا اكيد لن تستطيع تحقيق يعني مزيد من الانجازات ومزيد من النجاحات بدون شركاء. لابد ان يكون شركاء في القاره الافريقيه في كل مكان وفي كل دوله، لانه انتوا بتسعوا لهدف كبير وهو الاستثمار في اللاعبين والاستثمار في الشاب والشابه الافريقيه واتاحه فرص لم تكن متاحه من قبل. هل ترون ان هو او هل ترى حضرتك انه هناك استجابه من شركاء داخل افريقيا؟ هل بتجد استجابه من الكثير من الشركاء؟ هل في يعني مكسب او مكاسب لشركاء جدد بتكسبوهم في طريقكم وانتم بتحاولوا تأدوا هذا الدور الكبير؟ نحن بالتأكيد نرى اهتمام كبير ونوايا كبيرة، ولكن دعني أقول وأؤكد الأمر يبدأ بالالتزام. نحن لا ننتظر الشركاء، نحن نؤمن بالفرص في أفريقيا والإمكانيات في أفريقيا والمواهب. لهذا نحن قررنا أن نستثمر، ولكن بالتأكيد نحن نحتاج كما قلت نحن لا ننتظر حتى يأتي الشركاء، نحن نبدأ. ولكن بما أننا بدأنا بالتأكيد نحن نريد الشركاء الذين يشاركون في القيم، نفس الشغف لأفريقيا، لشباب الأفريقي، لأن نرى الفرص لتنمية رياضة وبنية تحتية لرياضة هامة جدا وقاعدة وصناعة كبيرة جدا التي تجذب الكثير من الشباب وتدعم السياحة في الدول التي نقوم فيها بإقامة المباريات. وهذا جزء هام من عملنا. نحن نقيم أين سنقيم المباريات في الموسم القادم، وهذا مرتبط بذلك. يجب أن نكون واقعيين. نحن سعداء بالتأكيد أن أو متحمسين لبعض الدول، ولكن الفرص يجب أن يتم تقييمها بصورة كبيرة فيما يتعلق بالعملية التنظيمية وإقامة المباريات، وأن نقيم وأن يكون لديها الفرص الأكبر في النجاح. نحن سعداء ونحن ممتنون للردود الأفعال التي حظينا بها، ولدينا الكثير من الشركاء، أكثر من 10 شركاء، ولكن ننظر إلى إضافة المزيد من الشركاء. بالتأكيد لا شك أن حتى نستمر في هذا يجب
أن نحظى بشركاء من القارة ويساعدونا، ولكن أن يكون لهم نفس الرؤية في وأن يكون هدفهم نمو أو ازدهار اللعبة وبناء البنية التحتية والصناعة بشكل عام. طيب اكيد يعني الرؤيه اللي بتحظوا بيها في الام بي افريكا او الباسكتبول افريكا ليج البال رؤيه جيده جدا، والحقيقه انا مستمتع جدا بالحوار اللي حضرتك بتقوله وبالاهداف، يعني يمكن موضوع مرتب ومنظم بشكل جيد، وده بيخلينا او نطمع في مزيد من التعاون والتمدد الاكثر في قاره افريقيا، عشان يوم من الايام نرى مزيد من النجوم لاعبين ومدربين في كل حته يعني في العالم. ولكن خليني اقول انه يعني المنتخبات على مستوى المنتخبات، يمكن الباسكتبول افريكان ليج على منتخب على مستوى الفرق الاهليه او الفرق، هل في يوم من الايام ممكن نرى تعاون بين الام بي افريكا او الباسكتبول افريكان ليج البال مع الاتحاد الافريقي فيما يخص المنتخبات، ولا ده مش في خطتكم الحاليه؟ كل شيء مرتبط ببعضه البعض. أنا أتحدث عن نظام بالكامل، نبدأ باللاعبين الصغار أن يكون لديهم فرصة في اللعب في صالات مؤهلة. فيما يتعلق بكرة القدم أنت تلعب في أي مكان، لهذا هي أكثر لعبة شعبية يمكن الوصول إليها، ولكن نريد أيضا أن تصل كرة السلة إلى هذا المستوى، أن يمكن اللعب في المنطقة التي يسكن فيها، في المدرسة، أن تكون هناك صالات للعب كرة السلة. وبعد هذه المرحلة أن يكون هناك شركاء وأن يكون تعاون منتظم وأن تزيد المشاركة. بعد ذلك يمكن أن يتم تنظيم كيفية استثمار هذه المواهب حتى نتأكد أن كل الفرق المحلية تدخل في إطار هذه المنافسة. وهناك أيضا كما قلت وكما ذكرت، الأكاديمية تتيح فرص كثيرة، لأن الموهبة سيتم دعم المواهب من خلال بالتأكيد الفرق المحلية والمنتخبات. نحن رأينا في مدغشقر على سبيل المثال سيف من الأهلي في الأكاديمية، وكنت أهنئه بالأمس أنه فاز للمرة الثانية، وهؤلاء الشباب استطاعوا أن تنمو بداخلهم ثقافة الفوز. هذا الشاب الصغير فاز ببطولة أفريقيا مع فريق صغير، وسيفوز بطولة أفريقيا مع فريق الكبير. كل هذا العمل مرتبط ببعضه البعض، ونأمل بالتأكيد هذا اللاعب سيلعب فيما بعد مع فرق كبيرة. نحن نقيم مسار للاعب أن ينمي من مهاراته عبر الأكاديمية والمنافسات، وأن يلعبون ويمثلون دولهم. كما قلت، كل الأمور مرتبطة ببعضها البعض، ونحن في شراكة مع الفيبا، ومع الفيبا تأتي كل الاتحادات. مستر مادو، الحوار معاك مر بشكل سريع، ويعني احنا سعداء جدا بالاضافه والقيمه الكبيره التي تضيفونها لكره السله الافريقيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني في قناه النادي الاهلي، واكيد جماهير النادي الاهلي سعيده بظهور حضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. أنا سعيد للغاية لأن أكون هنا وأن أكون في نادي الأهلي بالأمس. أشكرك شكرا جزيلا، وأنا أتطلع لأن أأتي مرة أخرى وأن نقيم مجموعة النيل هنا، وشكرا مرة أخرى لاستضافتي. أهلا بحضرتك، نورتنا وشرفتنا. أعزائي المشاهدين، ده كان حوارنا مع مستر أمادو، رئيس دوري كرة السلة الأفريقي اللي في نسخته الثالثة، اللي إن شاء الله تقام تصفيات النيل في نهاية إبريل أو أول مايو، وغالبا إن شاء الله من الحوار ستكون في مصر إن شاء الله. لسه ما خدوش القرار ولكن هيتم الإعلان لاحقا. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من الأبطال. شكرا جزيلا.